هروح على اهل الجزيره لان زميلتنا العزيزه مريم سميح موجوده هناك وجاهزه عشان تعرفنا بكل المستجدات. صباح الفل عليك يا مريم، اتفضلي. صباح عليك يا كريم، وصبح عليك يا نهاوند، وصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا هيكون في هذه الجولة كل الأخبار المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم وأيضا الرياضات المختلفة، ولكن خلينا طبعا نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم اللي امبارح الحقيقة اختتم مرانو ظهر أمس، ده طبعا استعدادا لملاقات فاركو في الجولة الثامنة من بطولة عمر الدوري الممتاز. طبعا الحقيقة أن بعد يعني مران أمس الحقيقة بعد الانتهاء منه تم السفر، أو يعني الحقيقة إن هم الفريق سافر بالكامل للدخول في معسكر استعدادا لطبعا النهاردة ملاقات فاركو على استاد برج العرب. سافروا امبارح طبعا للإسكندرية. المران الحقيقة امبارح كان في عدد من الفقرات الفنية والخططية طبعا اللي تم تنفيذها في المران استعدادا لفاركو، وأيضا طبعا ثلاثي حراس المرمى الحقيقة إن هم يعني تلقوا تدريبات على يد مدرب حراس المرمى ميشيل يانكن سواء محمد الشناوي ايضا علي لطفي وايضا مصطفى شوبير. والحقيقه ان كان في محاضره مطوله من المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي طبعا مستر مارسيل كولر. الحقيقه ان كانت المحاضره المطوله دي عن كل الجوانب الفنيه والخططيه الخاصه بفاركو. طبعا يعني زي ما احنا عارفين ان النادي الاهلي في صدارة ترتيب جدول الدوري ب 19 نقطة، ده طبعا بعد التعادل مع فيوتشر. الحقيقة ان احنا النهاردة بنتمنى لهم كل التوفيق في طبعا تمام الساعة 5 مساء، والحقيقة ان هم يعني يرجعوا للقاهرة بثلاث نقاط جديدة. ننتقل بقى لقطاع الناشئين. الحقيقه ان خلال الفتره الماضيه قطاع الناشئين محقق يعني الحقيقه نتائج كبيره جدا على كل الفرق المشاركه في البطولات خاصه بطوله الجمهوريه. طبعا بدايتنا النهارده في قطاع الناشئين بفريق 2003 اللي حقق الفوز وقدر ان هو يحقق الفوز على نادي الزمالك، ده طبعا في الجوله ال 14 من بطوله الجمهوريه، طبعا يعني قمه بطوله الجمهوريه. والحقيقه ان النادي الاهلي قدر ان هو يحقق الفوز بنتيجه 1-0 او بهدف دون رد. هي طبعا ان هو كده قفز لصداره ترتيب الجدول يعني ب 29 نقطه، ده طبعا بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 5 مباريات والخساره في مباراه واحده فقط. طبعا المباراه كانت امس بتقام على ملعب كليه الزراعه بالجيزه. اهلي 2007 ايضا في قطاع الناشئين قدر ان هو يحقق فوز مهم طبعا على نادي بيراميدز بثلاثيه مقابل هدف واحد فقط، ده طبعا في المباراه اللي اقيمت امس على ملعب الاهلي بنادي الاهلي في مدينه نصر، ده طبعا ضمن الجوله ال 13 من عمر بطوله الجمهوريه. كده طبعا يعني بيكون في رصيد 2007 32 نقطه بعد الفوز في 10 مباريات وبعد التعادل في مباراتين والخساره في مباراتين فقط. ننتقل بقى للفرق الرياضية الأخرى والأخبار الخاصة بالفرق الرياضية الأخرى، وطبعا بدايتنا مع رجال سلة الأهلي اللي قدروا أن هم يحققوا فوز مهم طبعا من بطولة دوري السوبر للسلة بعد الفوز على نادي الزهور بنتيجة 92-62، ده طبعا في ثاني مواجهات دور ال 16 وبكده يكونوا قدروا أن هم يعني ينتقلوا أو يعني الحقيقة أن هو يصعدوا لدور ال 8. طبعا الحقيقة أن في دور ال 16 الحقيقة أن رجال سلة الأهلي قدروا أن هم يفوزوا في المباراتين اللي التقوا فيهم مع نادي الزهور. طبعا يعني بتبدأ المرحلة بقى المقبلة، أو يعني الحقيقة أن ترتيبات النادي الأهلي أو رجال سلة الأهلي بتبدأ المرحلة المقبلة اللي هتبدأ يوم 30 من ديسمبر الجاري. ايضا طبعا رجال طائرة الاهلي او الماسترز الحقيقة ان هم قدروا ايضا يعني ان هم يعني يصعدوا لثمن نهائي بطولة كأس مصر طبعا بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 3-0. الحقيقة ان كانت مباراة قوية جدا مساء امس الحقيقة ان هم استعرضوا يعني كل المهارات الخاصة بالفريق، والحقيقة ان هم قدروا يسيطروا على المباراة كاملة ويفوزوا بيها 3 أشواط مقابل لا شيء طبعا في اطار مباراة دور ال 32. الاهلي طبعا هيواجه نادي الصيد في ثمن نهائي كاس مصر. الحقيقة ان احنا بنتمنى لهم كل التوفيق وان هم يرفعوا الكاس خلال الفترة المقبلة.
ننتقل بقى لسيدات طائرة الأهلي. طبعا فتيات الذهب قدروا أيضا أن هم يعني يحققوا فوز مهم جدا على نادي 6 أكتوبر أيضا بنتيجة 3 أشواط يعني مقابل 0، أو يعني الحقيقة أن هم حققوا المباراة وسيطروا على مجريات المباراة كاملة طبعا بنتيجة 3-0، وده في الجولة 11 من عمر بطولة الدوري. طبعا إن شاء الله يوم الجمعة المقبل هيلاقي طبعا سيدات طائرة الأهلي أصحاب الجياد، ده طبعا يوم الجمعة المقبل ضمن برضو مباريات دوري طائرة الأهلي. اخيرا بقى استكمالا لكل الاخبار الخاصه بالفرق الرياضيه الاخرى، الحقيقه ان يعني كابتن خالد العوضي المدير العام للنشاط الرياضي الحقيقه ان هو امبارح اعلن عن التعاقد مع روان سعيد عبد الله، ده طبعا لتدعيم صفوف سيدات يد الاهلي. طبعا الحقيقه في صفقه مميزه جدا، والحقيقه طبعا ان يعني تم التعاقد معاها علشان تدعم صفوف سيدات يد الاهلي خلال الموسم الجاري. وطبعا اكيد يعني خالد العوضي كمان اعلن ان هو أنهى إجراءات التعاقد مع روان سعيد عبد الله لمدة 4 مواسم مقبلة، ده طبعا علشان يكون في زيادة في صفوف الفريق وعلشان يكون في أداء مميز طبعا خلال الفترة المقبلة اللي طبعا أكيد فيها مواجهات وبطولات كبيرة. طبعا خلال الفترة اللي جاية هيكون يعني موسم مليء بالبطولات. الحقيقة أن روان سعيد عبد الله خالد العوضي أكد أن هي يعني الحقيقة أن هي صفقة مميزة جدا، خاصة أن هي بتمتلك الحقيقة قدرات فنية عالية جدا في مجال يد الأهلي. طبعا الحقيقة ان دي كانت كل أخبارنا بالفرق الرياضية الأخرى، وأيضا أكيد طبعا يعني فريقنا الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللي احنا بنتمناه له كل التوفيق النهاردة أمام فاركو في تمام الساعة 5 مساء، والحقيقة ان احنا بنتمنى ان هم يعودوا للقاهرة ب3 نقاط جديدة ويستمروا في صدارة ترتيب جدول الدوري. كلنا بنتمنى يا مريم، وان شاء الله ده اللي يحصل باذن الله. بنشكرك على تغطيتك المتميزه، جزيل الشكر. شكرا ليك. شكرا لزميلتنا العزيزه مريم سميح طبعا.